احكي لي انت بقى، وانت شايف مورينيو داخل بكاس مصر ورونالدو لابس شيرت الاهلي وتوتي لابس شيرت الزمالك، احلام العصر يعني. عارف انت كده لما تريح كده بالليل، ترجع من شغلك وتريح ساعتين بالليل، فتحلم ان توتي لابس تيشيرت الزمالك ورونالدو الظاهره لابس تيشيرت النادي الاهلي، ومورينيو شايل الكاس اللي اتشال من لعيبه كتيره جدا على مدار التاريخ. اهلاوي ولا زملكاوي كده وانت صغير تقول ايه؟ يا سلام لو رونالدو ده يلعب في الاهلي، سلام لو توتي ده يلبس تيشيرت الزمالك. وبصراحه يعني الاثنين النهارده، توتي او رونالدو، حتى لو كانوا نزلوا بالشكل ده، رونالدو لو كان نزل يعني كان ممكن يؤدي افضل بكثير من اللعيبه. يعني نادي الزمالك كان محتاج فريقه طبعا، رونالدو كان ممكن يخلص الدنيا. انتوا كده في الاهلي عندكم مودست؟ ما فيش عندنا يعني، النادي الاهلي عنده مودست بس. بس طبعا زي ما انت شايف كده، يعني مين يصدق ان مورينيو شال كاس مصر ووراه رونالدو ووراه توتي؟ لا ولابسين يعني إيه؟ يعني والله احلام شفناها النهارده، كنا بنتخيلها كده. بس ليها معنى. ليه سالتك السؤال ده؟ فكره قيمه الاهلي والزمالك، قيمه التسويقيه للاهلي والزمالك، انت عشان جايب ناس زي ديت، انت عارف الاهلي والزمالك ده تسويقيا عامل ازاي في الوطن العربي كله. وخد بالك من نقطه عشان الناس بتتكلم لك، اصل الناس دي برضو ما مدفوع لها فلوس كتير وجايه. ما هو معلش انا اسف برضو، القصه مش قصه ان انت بتدفع فلوس، الناس دي عارفه قيمه. هم مدفوع لهم فلوس ليه؟ ايوه ما مدفوع لهمش فلوس عشان الماتش بالظبط كده. ما انا هروح اجيب سوبر ستار، هجيب ليجند، هجيب اسطوره من اساطير الكوره عبر التاريخ علشان احتفاليه زي دي. يعني انا اسف مع احترامي الكامل، انا بشوف طبعا في دربات قويه في المغرب، دربات قويه في السعوديه والكلام ده كله، ولكن شعبيه الفرقتين في افريقيا وفي الشرق الاوسط، لو عدد، لو انت جيت عديت جماهير النادي الاهلي وجماهير نادي الزمالك، مفيش اعتقد ان في اي بلد عربيه او افريقيه عندهم الكم ده من الجماهير. فدي قيمه المنتج بتاعنا. والنهارده الناس ممكن تكون زعلانه شويه من شكل الاداء، او المباراه ما كانتش بنفس قوه التنظيميه اللي كانت عليها المباراه، ولكن النهارده احنا عندنا منتج، عندنا جماهير كتيره، صح. عندنا لعيبه كتيره، عندنا كل حاجه ممكن اي حد يتخيلها ان هو ممكن يسوق المنتج ده. فنتمنى نشوف المنظر ده بعد كده على طول ان شاء الله في مصر في كل المناسبات الجايه.